متشكرين ونقول انا سعيد ان انا موجود معاكم النهارده، ولا بقول الجهد اللي انتم بتعملوه ده الجهد اللي انتم بتعملوه الشباب والشابات اللي موجودين في الايام الصعبه اللي موجوده، اللي احنا بنحاول نخفف بيها عن اهلنا في فلسطين في القطاع. امر افتكر ان احنا كلنا حاسين بيهم، وكلنا بنحاول نخفف ما امكن عنهم. وانا يمكن في الكلمه اللي هتكلم فيها خلال ان شاء الله في المؤتمر في الاستاد، هنأكد على الدور الكبير اللي قامت بيه مصر، متمثله في كل المصريين، الجمعيات، المنظمات، حياة كريمة، تحيا مصر، كل الناس اشتركت عشان تخفف عن اهلنا في قطاع غزة. بالمناسبة انا عايز اقول لكم على حاجة، يعني رغم طبعا ظروفنا الصعبة ديت، لكن عايز اقول لكم ان حجم المساعدات مقارنة بالمساعدات اللي تم ادخالها خلال الكام يوم اللي فاتوا دول، احنا 75 لـ80%، يعني الحجم اللي جه كله من الدنيا كلها كوم، والكوم اللي مصر بفضل الله قدمته، وده طبعا مش مند ولا حاجة، لكن اقصد اقول بيه ان احنا كنا على قدر المسؤولية، وكنا حاسين قد ايه ان احنا محتاجين نتحرك كلنا ونخفف عن اهلنا في القطاع بالمساعدات اللي اتجهزت في اسرع وقت. ومهم برضو ان اقول النقطة ديت عشان كتير من الناس يمكن محتاجة تسمعها مني. مصر لم تغلق معبر رفح ابدا. النقطة دي مهمة قوي. لا انا بقول لكم الكلمة ديت لان انا يعني شفت كتير من المغالطات على ان احنا يعني مش عايزين او بنقفل المعبر. لا ده ما حصلش خالص. معبر رفح من جانبنا احنا فاتحينه بشكل مستمر، وكنا مستعدين. احنا قبل كده كنا بندخل قبل موضوع 7 اكتوبر ده ما يقرب من 500 شاحنة يوميا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون. طيب يبقى النهارده لما يبقى في ازمه كبيره زي كده، تفتكروا ان احنا من صفاتنا او من سماتنا ان احنا طب هنعمل كده ليه؟ النقطه دي الاعلام، مش الاعلام المصري، بعض الناس يعني بعض القنوات قامت بدور عشان تسيء لينا. بقول تاني، معبر رفح لم يغلق ابدا، انما كان في اجراءات اخرى من الجانب الاخر كنا لازم نعملها عشان الحاجة اللي احنا بنقدمها تدخل حقيقة للناس. فمش الدور مش عندنا احنا بس، لا في جانب اخر مهم او ان انتوا تعرفوا النقطة دي. وكل الضغط اللي كان موجود والحصار اللي كان موجود، كنا احنا حريصين جدا من اول يوم على ان ده يعني نرفضه ونجابه. بس طبعا مش مجابهة زي ما الناس فاهمة كده ان احنا ممكن، لا احنا بنتكلم كدولة بتتعامل في اطار قواعد قانون دولي وفي اطار اجراءات تهدف الى، مش هنشعل الموضوع اكتر ما هو مشتعل يعني. فمهم بس ان انا اقول ليكم كلكم، وانتوا اكيد عارفين ده لان انتوا كنتوا موجودين على تواصل مستمر، لكن اكيد المصريين بيسمعوني وناس كتير تانية في الدنيا بتسمعني دلوقتي، معبر رفح لم يغلق ابدا ومش هيغلق ابدا في وجه مساعدات تدخل للقطاع. انا بشكركم كلكم الحقيقه، كل من متشكر جدا، بس العمل اللي انتوا عملتوه ده واللي لسه مخلص، العمل اللي انتوا عملتوه واللي لسه مخلص، احنا لا طبعا احنا عايزين ندخل اكبر حجم من المساعدات في الظروف الصعبه ديت. ليه؟ لان احنا بنتكلم على احتياجات 2.3 مليون انسان تحت الحصار، فهم محتاجين كل حاجه. مفيش مية، مفيش وقود، مفيش كهرباء، مفيش أغذية، مفيش مواد طبية. فخلال إن شاء الله الأيام ديت واللي جاية إن شاء الله هنستمر في دعمنا ومساندتنا،
وانا عارف ان الشعب المصري ابدا كل طوائفه وكل فئاته وكل قدراته وكل منظمات المجتمع المدني هتساهم، وانا بدعوهم مره تانية، اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني، اللي فات كوم واللي جاي كوم تاني. متشكر جدا، متشكر جدا، متشكر جدا، شكرا جزيلا.
إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعنا منذ قليل وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى هنا إلى استاد القاهرة الدولية إذانا بانطلاق فعالية تحيا مصر استجابة شعب تضامنا مع فلسطين، حيث حرص السيد الرئيس أثناء دخوله إلى استاد القاهرة بتوجيه تحية شكر وتقدير لشباب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأيضا شباب المجتمع المدني وشباب حياة كريمة ممن كانوا مصطفين في انتظار وصول سيادته، وحرص أيضا الرئيس على اتخاذ صورة تذكارية مع جمعيات المجتمع المدني مما ساهمت في إيصال العديد من المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين. رسائل عديدة انطلقت من هنا من استاد القاهرة بمجرد وصول السيد الرئيس، حيث كان حريصا في كلمته التي وجهها لأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وأيضا أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأهالي وشعب مصر العظيم أصحاب الفضل الحقيقي، كما أكد السيد الرئيس في إيصال هذه المساعدات التي هي مجرد رسالة حب وتقدير، رسالة يعني إلى الشعب الفلسطيني بأننا نعلم جيدا ما تعيشون فيه ونعلم أيضا ونتألم معكم ومعكم حتى أن تنتهي هذه الأزمة. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أن ما تم إيصاله من مساعدات حتى الآن إجمالي الجهود المصرية المساهمة فيه يصل ما بين 75 إلى 80%، 75 و80% هو حجم المساعدات المصرية التي دخلت، وهو ما نتحدث عنه بأن إجمالي المساعدات التي دخلت 4 أضعاف تقريبا أو أكثر حتى يوم 19 من الشهر الجاري، إجمالي ما تم إيصاله من كافة دول العالم، وأخص بالذكر 30 دولة من دول العالم التي أرسلت هذه المساعدات، هو 11,200 طن من المساعدات. 30 دولة من الدول التي أرسلت ما يصل إلى 3,000 طن تقريبا، وباقي المساعدات هي مساعدات مصرية، وهي إيمانا وحرصا من مصر بأن هذا واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، كما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. رسالة أخرى كانت في غاية من الأهمية والتأكيد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن معبر رفح لم يغلق أبدا في وجه أحد، لأن كان هناك بعض من التضليل من وسائل الإعلام الغربية، ولكن هذا معاكس تماما لما يحدث على أرض الواقع، فمعبر رفح مفتوح أمام الجميع. وأكد السيد الرئيس بأن قبل 7 أكتوبر الماضي، قبل انطلاق هذه العملية عملية طوفان الأقصى، كان حجم الشاحنات التي تدخل من خلال معبر رفح يصل بنحو 500 شاحنة تصل يوميا إلى معبر رفح للدخول إلى غزة لتلبية احتياجات الأشقاء في فلسطين من مساعدات واحتياجات يومية هم في أمس الحاجة إليها جميعا، ولكن مصر لم تغلق أبدا أمامهم هذا المعبر ما قبل هذه المحنة تحديدا، وبالتالي مصر لن ولم تغلق معبر رفح. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بلغته المصرية البسيطة بأن ما تم هو جزء، ولسه الطريق طويل في استمرار مزيد من الإغاثات والمساعدات الإغاثية إلى قاطني قطاع غزة تحديدا، لأننا نعلم جيدا ما هم فيه الآن ونتألم معهم وسوف نلبي كل احتياجاتهم. وهذه كانت رسالة من السيد الرئيس إلى كل مؤسسات المجتمع المدني وكل الشعب المصري، لابد من استمرار هذه المساعدات لتلبية احتياجات أكثر من 2.3 مليون مواطن، وهم إجمالي المواطنين من سكان قطاع غزة. إذن هي رسائل هامة للمجتمع الدولي، رسائل تقول بأن مصر قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية، لن ولم تتخلى عن هذه القضية. معبر رفح سيظل مفتوح أمام كل من يرغب في إيصال المساعدات، وأن إجمالي ما تم إرساله من مساعدات مصرية خالصة وصل ما بين 75 إلى 80%. مصر دايما لما تنوي قادرة تعمل معجزات.
تلاقي عنها مكتوبة حكايات بالعزيمة والإرادة كل يوم في إنجازات. الحكاية في مصر فكة قالها نبني وقالنا عمر قلب عون الله هنقدر عمره ما يقول استحالة قام وسمى الله أكبر خلى لون الأرض أخضر لما سبحان المصور بص شوف تاريخ جي بعدها حالة نادرة بالجمال صعب تلقى زيها مصر أم الدنيا ليها سحر تاني لوحدها مصر جت قبل التاريخ والتاريخ جي بعدها حالة نادرة بالجمال صعب تلقى مصر أم الدنيا ليها سحر تاني لوحدها الحكاية في مصر فكة قالها نبني وقالنا عمر قلب عون الله هنقدر عمره ما يقول استحالة قام وسمى الله أكبر خلى لون الأرض أخضر حالها المصري إرادتنا قوية وقصود واقفين.
قالوا لي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحاسبة كل خطوة عارفة هي رايحة فين. بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. Thank you.
مهما السنين تدور، ناس تعيش وتموت منافقة وغيرها واقفة وماسكة نور، ناس تموت لأجل التراب وناس تفدي السراب، فيه الأناني واللي باني قصاد عدوك ألف سور، ناس للأسف مالهاش شرف وناس شجاعة وليها أصل أسود. وقت في حبك يا بلادي أسود، قدام كل اللي يكون يا عادي، ده مين يمسنا ويجي يقرب هنا أسود وقدن وعود. الخاين دايما جبان في الضلمة يخاف يبان، الصمود كان اخره صوت علي ورا البيبان، وانت معروف من زمان ابن البلد اللي كان دايما حميها كأن ليها سيف وسلاح امان، واختيارك تحمي دارك ليه تمن وما كانش سهل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. تفضلوا تفضلوا. ادي بلدنا وادي الرجاله جاهزين، وادي الرجالة واقفين، مسكنا في ايدنا كتاب وحلفنا يمين. حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا، حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط في زينا. بلدي ترابها ذهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه اهلا بالموت. قد الدنيا في ايد بعضنا ماسكين، ومع الحق وقفنا ومش ساكتين، أم الدنيا ووعد الحر ده دين، تفضلي حرة يا مصر اليوم الدين. حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا ان احنا نشيلها في عينينا، حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في ايدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط.
يا تاريخ ولا اسكت واحنا نقول احنا شداد على ايدنا الشدة تزول جيل بيورث جيل جدع على وصول ارضي هتفضل ارضي ده باب مقفول سيد الرئيس، السيدات والسادة، الحضور الكريم، كل أهلنا في كل مصر، أهلنا الطيبين اللي منورين هنا ومنورين في كل حتة في مصر، أهلنا اللي جايين يقولوا مش لازم تكون فلسطيني عشان تحب فلسطين. حب فلسطين غريزة عند كل المصريين. أهلنا اللي جايين يقولوا تحيا مصر وتحيا فلسطين، تحيا مصر وتحيا فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى. أهلنا من الدلتا، من الصعيد، أهلنا من سيناء اللي جايين ومنورنا. حضراتكم مش جايين هنا بس عشان تقولوا انكم بتحبوا فلسطين، حضراتكم جايين كمان عشان تشكروا كل واحد في العالم وقف ضد الظلم والعدوان. حضراتكم بترسلوا رسالة للعالم كله، مصر ضد الظلم والعدوان. انا مش محتاج اقول لحضراتكم انه كل واحد مننا، كل مصري على امتداد المليون كيلومتر مربع مساحة مصر جواه الغريزة دي، حب فلسطين، وطن واحد، وطن واحد بلا شك. مصر بيكم انتم بترسل رسالة تضامن وحب لغزة العزة. رسالة بنقول فيها بكل وضوح وبأعلى صوت، مهما كان صوت القصف عالي، الصمود أعلى منه، الشجاعة أعلى منه، التشبث بالأرض أعلى منه. والمصريين كلهم عارفين الغلبة في الآخر هتكون لمين؟ هتكون للصامدين. أنتم شعب يعرف جيداً قيمة الأرض ويقدر التضحية في سبيل الأرض.
المصريون شعب يعرف يعني ايه أرملة شهيد، يعني ايه أم شهيد، يعني ايه ابن شهيد. ولهذا نحن نحس جيدا بما يحس به أشقاؤنا الفلسطينيون. نحن نعرف أيضا أنه لا تضيع قضية وراءها شعب صامد، وأن الأرض ما تتصنش وما تغلاش إلا بدم ولادها. ده القانون الطبيعي للوطنية. اسمحوا لنا أولا أن نقدم رسالة عرفان للرجل الذي لم تضل بوصلته قط إطلاقا منذ عرفناه، لا مصريا ولا عربيا ولا إنسانيا. رسالة عرفان: على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي: أنا ابنك الطالب أحمد محمد، بلعب في ملعب الأسمرات، بطل القاهرة وجمهورية ومنتخب. أنا محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصري. من المواطن المصري عماد الدين حسين، تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل. أنا من جينا يا عم الرئيس. أنا المواطن السناوي خليل بوفراج بوخليل. أنا محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، واحد من أفراد الشعب اللي بيحبوك. أنا أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي إم سي. أنا المواطن المصري أحمد السقا، تحية طيبة وبعد. أنا بوجه لك رسالة، بتكلم مع حضرتك كلام من القلب للقلب، واسمح لي ان انا ابدا كلامي برحله قضيناها مع حضرتك خلال 10 سنوات فاتت. بشكر حضرتك على كل المجهود اللي اتبذل خلال 10 سنين اللي فاتوا. شكرا يا ريس على الدعم اللي انت قدمته لنا لزهير الهمم، واحنا بقى لنا حقوق ونشارك في كل حاجه ودايما بتتكلم علينا. من اول يوم حضرتك عودتنا على الصدق والشجاعه في مصالحه ابناء الشعب المصري لمواجهه كتير من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات. إحنا بنشكرك لأنك قدمت لبلادك جهود وتضحيات وأعدت لمصر مكانتها المرموقة. من يمتك مش شكرين، وجزاك الله خير وما قصرت، وحرصت البلد وحرص حدودها ترى من الشردم والمشاكل، ودي بلد كبيري المكانش ريس فيه دماغ ما يقدرش يمسكي. البلد واجهت مشاكل صعبة تهدد يعني استقرارها الفعلي. لأول مرة شعرنا بخوف حقيقي على مصر. كان في تحدي الإرهاب طبعا، يعني التحدي الأكبر على الإطلاق، ثم تحدي التنمية. رغم كل التحديات اللي كانت موجودة قدام حضرتك، لكن قبلت التحدي وشلت المسؤولية كاملة على عاتقك. يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير لما لمسناه من إنجازات على مدار 10 سنوات مضت على مستوى التعليم والصحة والبنية التحتية. ولمسين سيادتك قد إيه أنت تعبت عشان تنهب بالبلد ديت. أنا عايز أقولك إني بحبك قوي وعايزك تفضل مكمل معانا. تحملت الطعنات من كل فج وصوت في صمت الأقوياء غير عابئ بأبواق الإفك. استطعت أن تعيد مصر إلى القارة الإفريقية، استطعت أن تعيد مصر إلى أمتها العربية، وخدت قرارات صعبة. وربنا يديك طول العمر ويخليك لينا ويثبت خطوك. الله يكون في عونك وربنا يستر عليك قد الشيله. صح، انا شاهد الفتره اللي فاتت، فتره ال10 سنين، على تغير كبير، تغير جريء. في ال10 سنوات الماضيه شهدت مصر تغييرا غير مسبوق في تاريخها في اطار المواطنه ومجتمع العداله والتنميه. الاهتمام بالمواطن المصري ده من اهم الانجازات. المشروع التنموي اللي حضرتك وحشدت ليه كل مؤسسات الدولة وإمكانياتها لتسريع التنمية وتجهيز مصر للانتقال للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. واستطعت بمهارة ربان السفينة ومشرط جراح بارع أن تعالج تشوهات الماضي العتيق، وفي نفس الوقت وبدون كلل أن تضع اللبنة الحقيقية للجمهورية الجديدة. أشهد الله أن ما تحقق
لم يتحقق من قبل، ولكن كانت إرادة الله وتصميمك والشعب اللي كله واقف مراك. قلت إن العفي مفيش حد هياكل لقمته. في البداية كلنا كنا مستغربين، تسليح الجيش، الفلوس اللي بتتصرف على الجيش. دلوقتي بس عرفنا ليه بنصرف على التسليح وعلى الجيش. أظن دلوقتي بدأنا نفهم يعني يبقى عندك جيش وطني قوي، جيش مستقر، جيش مش مقسم، مفيش حروب أهلية في البلد. أحب أشكرك يا ريس على الأمان اللي تمت فيه البلاد بعد سنين صعيبة مرت بها مصر. عشنا مع سيادتك إنجازات مهمة جدا في حياتنا، شفناها على أرض الواقع، شفنا إنجاز قوي جدا وهو إنهاء للعشوائيات. أول كنت قاعدة في الدويقة، هنا أول ما عرفت إن فيه هنا ملاعب مجانا وكده قدمت فيها وشاركت، وبقيت بطلع بطولات وبقيت بطل القاهرة أول حاجة بدأت بيها، وبعدين جمهورية وبعدين منتخب. أدرت كأس عالم كرة اليد في سنة 2021، جات في وقت الكوفيد، والحمد لله قدرنا كلنا كشعب مصري نقف وننجح هذه البطولة. نحن شايفين القيادة السياسية هي فعلا شغلها الشاغل عايزة تنجح مصر. كنا نتحدث دائما في العهود السابقة عن عدم وجود عدالة في التوزيع ما بين المحافظات وما بين الطبقات، ويأتي مشروع حياة كريمة ليصل في وقت واحد إلى جميع الفئات المهمشة. قرى كانت محرومة من الصرف الصحي، من الكهرباء، من الطرق، من الوحدات الصحية. يكفيني كمواطن مصري أن أعيش في أمن وأمان على الرغم من الصعوبات والتحديات، ويكفيني كطبيب أن تشهد مصر هذه الطفرة الصحية غير مسبوقة من القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار. أنا شاهد على تغير قوانين، شاهد على تغير مشروعات على الأرض، تغير القوانين منها قانون المشروعات الصغيرة. ده كان حلم لكل شاب اللي يبقى عنده يقدر ازاي يعمل مشروعاته. وأنا شاهد على التطور اللي حصل في قطاع البترول، إن يحصل تطوير لجميع شركات البترول اللي هي ما تمدش إيد ليها التطوير من السبعينات، فتتطور القطاع العام وما نبيعش أي ولا نصفي أي شركة من شركات القطاع العام. شاهد أيضاً على تطور التعليم الفني اللي كان دايماً بيقال عليه إنه مقبرة للطلبة، أصبح أكبر نقطة جاذبة للطلبة. مصر كلها تحولت رقمياً بفضل رؤية وضعت وتم تنفيذها بسرعة وبقوة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي. لما عدت علينا ظروف الكورونا الصعبة، الناس اكتشفت إن عندنا بنية تحتية ممكن تستخدم في التعليم عن بعد، الناس اكتشفت إن عندنا قدرة إننا نعمل مدفوعات رقمية، مدينة الأدوية، الصناعات الكيماوية، إعادة الاعتبار وإحياء صناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن. قولاً واحداً، لا يمكن لك أن تنمي بشراً دون أن يكون لديك حجراً، بمعنى أن يبقى عندك طريق، كوبري، مدرسة، مستشفى، وبعد كده يجي التنمية البشرية. بقيت أروح شغلي بشكل طبيعي جداً، وبقدر أن أنا أساوي ما بين شغلي وبيتي. في الأول كنت بسافر 4 ساعات ونص، دلوقتي في 2 ساعة ونص بكون في قلب الصعيد. اهتمام سيادتكم بصعيد مصر وبقرى مصر وبصحة المصريين وبالمرأة المصرية. أحب أشكرك رئيس، لأن أنا عندي ابني استفاد وأخذ شقة ومساكن الشباب اللي حضرتكم بنيتوها. شكرا يا ريس على المدن الجديدة اللي حضرتك عملتها، اللي وفرت شقق لينا ووفرت شغل كتير لناس. وأنا شخصيا وقفت عن الشغل في 2020 في وقت الكورونا، لكن بتوجيهات حضرتك استفدت من منظومة العمالة الغير منتظمة. اللي أثر فيه مش بس الإصلاح الاقتصادي، مش بس شجاعة القرار، ولكن الحزمة الاجتماعية اللي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية. أنا بشكر ربنا من أجل بلدنا. شكرا لك يا سيادة الرئيس على معاش تكافل وكرامة، ده ساعدني في تعليم أولادي. كل الشكر والتقدير فخامة الرئيس على المجهود المضني الذي بذلتموه في الحفاظ على القضية الفلسطينية، وبالتوازي الحفاظ على أمننا القومي، ومنع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على تراب سيناء الحبيبة. احنا في موضوع أهل غزة معاك معاك معاك، احنا نقول يا جبل مهدك الريح، انت ما دامت على حق لا تخاف. موضوع غزة دي ادعمهم بكل ما اتيت من قوة، خد من قوتنا وديهم. ما توافقش يا ريس على الضغوطات. أنا شخصياً بدعم سيادتكم سياسياً، خصوصاً تحت الضغوط السياسية اللي بنتعرض ليها من العالم كله.
وإلا لم يكن له لازمة كل اللي احنا عملناه من قبل 67 لغاية دلوقتي في سيناء. وبعدين كتر خيرك انك انت واقفة النهاردة بتحارب ايه؟ ما انت بتحارب قوة عظمى. وقفتك ضدهم اثبتت ان انت مصري اصيل. وقفة رئيس جمهورية بيعلي من شأن بلده. انا سمعت حضرتك ان انت تبرعت بحملتك في اهل غزة وقفنا نتبرع معاك. قرار حضرتك بعلاج الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، هذا القرار أسلك صدورنا. هنفضل داعمين بقرارات السياسية اللي حضرتك خدتها، داعمين لأهالينا في غزة بالكامل. وإحنا معاك وفي ظهرك وربنا يقويك. ونحن في كل لحظة نفوت سيادتك في الحفاظ على الأمن القومي المصري. وبدعي لك بالتوفيق، وبشكرك يا ريس على دعمك لأهلنا وأخوتنا في فلسطين وغزة، وإن شاء الله تستمر وتكمل المشوار. إحنا معاك بندعمك وبنقول لك كم دعمك لغزة مهم يا ريس. وإن شاء الله اللي جاي أحلى بكتير. أتمنى أن كل واحد فينا في البلد دي يبذل أقصى جهد في مجاله. وباسمي وباسم كل مصري أعاهد سيادتكم على بذل مزيد من الجهد والعمل. وفي صف واحد داعمون ومستعدون لبذل الغالي والنفيس. نثق في أنك قادر على استكمال بناء جمهورية الجديدة. وربنا يبارك لنا فيك وربنا يقويك، وإحنا معاك يا ريس. أنا بأيدك قلبا وقالبا. ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك وهيكرمك وإن شاء الله وإحنا معاك. شكرا يا ريس على كل الحاجات اللي عملتها لمصر. وكل زمان أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان. أنا الشمس اللي بعتت نور ونورت الطريق للكل. أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل. وافر امتناننا سيادة الرئيس، أدعوك الآن سيدي الكريم كي تتكرم بإشارة البدء لانطلاق قافلة أخرى من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لنفسه ولكن لأهله في غزة. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله، على بركة الله، قافلة مصر إن شاء الله تصل إلى أشقائنا في فلسطين في قطاع غزة، تخفف عنهم ما أمكن، تخفف عنهم ما أمكن. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. على عهد قناديني على أرض تلاقيني. أنا نهلي أنا فديهم، أنا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دم فلسطيني.
كانت معي قبل أيام. كانت معي قبل أيام على شاشة القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، تقوم بواجبها المقدس، تنقل صورة حية موضوعية مهنية لما يحدث في فلسطين. الإعلامية الفلسطينية دانا أبو شمسية. من القدس المحتلة، هنا القاهرة عاصمة الخبر، من بلد السلام التي لم تشهد سلاما يوما، من مصر النبي إلى أرض الحضارات، جئت اليوم أحمل رسالة القدس وأهلها، هذه المدينة العصية على الكسر. كنت كمراسلة القاهرة الإخبارية على الإسفلت بين المصلين، إسفلت مدينة تضم أولى القبلتين وثالث الحرمين. هذه هي المدينة التي حرم الاحتلال أهلها من دخول المسجد الأقصى ليفسح المجال للمستوطنين لتأدية صلواتهم التلمودية هناك. فالقدس كما يروج ويقول الاحتلال هي مفتاح الحرب ومفتاح السلام. إن ثارت انتفضت البلاد كلها من شمالها إلى جنوبها، تماما كما نتمناها يوما، محررة من بحرها إلى نهرها. زاد الاحتلال تضييقاته وإغلاقاته علينا، ظنا منه أنه سيمرر كلمة قالها وزراؤه سابقا: الكبار يموتون والصغار ينسون. والله كبرنا وما نسينا. وأنا اليوم أقف هنا لأقول أن حب القدس أصبح إرثاً نتناقله جيلاً بعد جيل، فأولادي يعرفون هويتهم جيداً، وأحفادي سيدركون أسماء البلاد قبل عبرنتها وتهويدها. فصلونا عن باقي محافظاتنا وقرانا الفلسطينية، فأصبحنا أكثر تعلقاً وحباً فيها، وهذا عرفنا في مدينة القدس. فبتنا بين شهيد وجريح وأسير ولا نبالي، لأننا نعلم أن نهاية هذا الحصار هو نصر، وما هذا إلا نهاية البداية. تماماً كما نقف اليوم فرحين بهدنة لوقف شلال الدم في قطاع غزة، بصمود أبناء شعبي وتضحياته، وبمواقفنا العربية الراسخة التي رفضت المساومة على حساب دماء أبناء شعبنا. أرادوا إخراج مزدوجي الجنسية وتهجير أبناء شعبي، فكان القرار مصريا رافضا لأي تنازلات أو تحركات على أن لا يكون الفلسطيني على سلم أولويات أم الدنيا مصر التي اعتدنا عليها دوما في مساندة فلسطين وأهلها. أنا اليوم لا أشعر بتضامن مصري، بل أشعر بإسناد مصري. ففي فلسطين نقول: نحن نساند بعضنا بعض، وأنتم إخوتنا في الدم تساندوننا لإعلاء صوتنا من هناك، من القدس والضفة وغزة والشتات، باسم القاهرة الإخبارية التي حاول الاحتلال حجب صوتها وصورتها، فعدنا مرة وأخرى. وهذا يذكرني بما قاله لي جدي يوما، أي ما قبل النكبة، بأنه كان هنالك حافلة تحمل اسم القدس القاهرة. علنا نعود إليكم في رحلة ونرجع لديارنا، وتدخلون معنا
باحات المسجد الأقصى المبارك مهللين مكبرين فرحين. ففي فلسطين وأرض فلسطين نقول: نحن شعب يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا، وهذه فلسطين لا تحمل سوى هوية ولا متسع فيها لهويتين، إما نحن أو نحن. أنا اليوم أقف في أرض مصرية الهوية، فلسطينية الهوى، لأرحب وألتقي وأقدم لكم زميلي وابن بلدي من قطاع غزة، مصر الهوى وفلسطين الهوية، محمد المصري من قطاع غزة. أنا هذا صديقي محمد، وهذه أول مرة ألتقيه على أرض مصرية، على الرغم من أننا في بلد واحد، ولكن بسبب الإغلاقات والإجراءات فأنا محروم علي زيارة قطاع غزة. اليوم ألتقيه في أرض مصرية عربية. شكرا سيادة الرئيس. شكرا دانا. مساء الخير، أنا اسمي محمد المصري، فلسطيني من غزة، عشت حياتي كلها في غزة زي شباب كتير موجودين هناك، من أول ما بنولد والحروب بتضربنا سنة ورا سنة. الحرب صارت بالنسبة لنا روتين مفروض علينا، بس لأنه بنطالب بحقنا بيحاولوا يهجرونا من أرضنا كل الوقت، بس مش رح نطلع منها، مش رح نتركها. من طفولتي الناس بتناديني مصري، صار اسمي مصري، بس بصراحة الموضوع مش بس اسم أو لقب، أنا تعلقت وصرت مرتبط بالعادات المصرية، حتى صار عندي أصحاب مصريين من قبل ما أجي هون، بس جيت هون شفت كيف الناس بتعاملني كأني جزء من عيلتهم من أول ما يعرفوا إني فلسطيني. ودائما بسمع سؤال: أنت إزاي اسمك مصري وأنت فلسطيني؟ بصراحة أنا أحس إنها عادي، ما في أي فرق. والحقيقة إحنا في فلسطين كتير بنحب مصر، يعني بنكون عارفين في وقت الحرب والسلم انه مش راح يدخل علينا دعم غير عن طريق مصر. وانتوا حضراتكم بتعرفوا كيف الوضع الطبي هناك متدهور، فبنشوف كل فلسطيني بده يتعالج بيجي على مصر. وبشوف حاليا في الاوضاع الصعبه اللي بنمر فيها هناك كيف وقفت مصر وقيادتها وشعبها واصرارهم على انه المساعدات تدخل وعلى انه المعبر يضل مفتوح ليجوا المصابين يتعالجوا هون. ما بدي أطول عليكم كتير، بدي أحكي لسيادتك قصة صغيرة. هاي أول حرب ما أكون فيها في غزة مع أهلي. أختي الصغيرة فرح عمرها 11 سنة، آخر مرة عرفت أكلمها وأسمع صوتها كانت بتحكي لي إنه كتير من صحباتها بالمدرسة استشهدوا، وحكت لي: بدك توعدني بعد الحرب إذا ضليت عايشة تاخدني رحلة صغيرة على مصر، بس بعدها بدك تعاود ترجعني على غزة عشان بقدرش أسيب مدرستي. أنا مصري الفلسطيني، وهاي قصتي بدأت من اللحظة اللي دخلت فيها من المعبر لحد اللحظة اللي راح تشوفوا فيها الفيلم بعد شوي. والحقيقة إنه الفيلم هو جزء من التجربة الحقيقية اللي بتعيشها العائلات في غزة من أكثر من 17 سنة، وكمان جزء من تجربة الفلسطينيين اللي بيعيشوها من أكثر من 70 سنة. إحنا مش أرقام، لكل عائلة فلسطينية قصة وحلم وبنحب الحياة. أترككم تشوفوا فيلم مش رقم. شكرا سيادة الرئيس. يا يوسف، والله إذا ما خلصت الواجب لأجي أنتفك تنتيف. دير بالك الزيت. يعني بدي أكل. استني عدي خلصت وحناكل كلنا مع بعض. لا أنا بدي أكل. روحي خدي حبة إلك وحبة لأختك، امشي. إيش مالك مجوعة البنت؟ خليها تاكل. يلا خلص روحي عطلتيني، بكفي لك انت كمان. يلا خليني اروح اشوف لك، وانت اقنعي جوزك وتعالوا. يلا. يوسف اجت الكهرباء، قوم حط الجوال على الشاحن، عيد على رجع القطعة. حاضر. بابا
بابا الجوال. شكرا يا حبيبي. الو 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 ابو يوسف معي؟ مظبوط. مين معي؟ مش انت وليد اللي بيتك جنب البنك؟ مين معي؟ شوف ابو يوسف، انت موجود بالبيت هلا، معك رامي من الجيش الاسرائيلي. الجيش الاسرائيلي؟ ايش بدك؟ اسمع اسمع، انت لازم تطلع من البيت خلال 10 دقائق عشان بدنا نقصف البيت والمنطقه كلها. ايش بتقول انت؟ ليش بدك تقصف البيت؟ ليش بتخبص انت؟ اسمع انا بقول لك هيني، بدهم يقصفوا الدار، هدي الاولاد، انزل بسرعه بسرعه. يلا 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 قول، ما في وقت. يلا يا حاج، ما في وقت ما في وقت، بدهم يقصفوا الدار براسنا، ما في وقت. يوسف كيف بالك من خوتك منيح؟ بدهم يقصفوا الدار براسنا، براسنا احنا سوينا، والاولاد الصغار خذوا وانزل يا وليد، خذوا الاولاد وانزل يا وليد. خاطر ابوي، ابوس ايدك يا ابوي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يابا يلا يابا، مش خاطر الاولاد الصغار. يا عمي نشيل عنا، يلا مش حتى يوم
سابع سما شاهد على الأحداث وانفت سنين قصتنا عيشة محفوظة وسط الناس بطل تعيش وتضحي لأجل الحلم والأجيال ولأجل أرض اختارها رب ما يمسهاش خناس عايزين يصفوا حلم أمة بتحلموا لسنين يفرقوا الشمل اللي ما يقدر عليه القادرين الأرض أرض عالمها حر واسمها فلسطين الله يعينكم عالطريق مصر جاية أكيد كلمتنا واصلة للسماء اسمعين نسيت الدعاء فمرددين عايفين لا ترجع أرضنا قولوا أمين قولوا أمين قولوا أمين كلمتنا واصلة للسماء اسمعين نسيت الدعاء فمرددين عايفين لا ترجع أرضنا من صغرنا يتقلنا احفظ عدوك صم وانت الازاه في ليل عليك اقلب نهار وغم انت الاحق والقوي لو حتى شلت الهم بايدينا نمشي لك بلاد اخوات ونفس الدم كلمتنا واصله للسماء مسمعين كلمتنا بتزيد بالدعاء فمرددين حلفي لا ترجع أرضنا قولوا أمين قولوا أمين قولوا أمين كلمتنا واصلة للسماء مسمعين مسمعين تزيد بالدعاء فمرددين حلفي لا ترجع قدر وجغرافيا وتاريخ بيثبتوا ان الاجابة دايما مصر وان كل لحظة فارقة مصرية بيكون ليها صداها في الاقليم وفي العالم. الدرس الذي يتعلمه الصغار ان كانت مناهج الصغار سليمة ان مصر هي رمانة ميزان العالم وإن شعبها هو الحارس على الحضارة والقيم والأخلاق وإنه مفيش لحظة عصيبة مرت بالإقليم إلا وتصدت ليها مصر تصديتم أنتم ليها شعبنا النبيل الشجاع اللي زي ما الرئيس بيحب يصفه شعبنا الجدع. إحنا شعب يحترم الجرأة من غير تهور نقدر الحسم وما عندناش مساومات. احنا أمة ليها موقف واضح وتقف على أرض صلبة أمة تاريخها وحاضرها بيثبتوا انها لم تتقاعس يوما واحدا عن دعم أشقائها عن دعم كل الناس في الحقيقة كل الناس في كل العالم. كل التحية والتقدير لهذا الشعب النبيل ولقائده الذي كما قلت لكم لم تضل بوصلته إطلاقا منذ عرفناه لا مصريا ولا عربيا ولا عالميا. أدعو الآن سيادة الرئيس كي يتفضل بإلقاء كلمته. تفضل سيدي.
شرف كبير سيادة الرئيس، شرف كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. طب اسمحوا لي قبل ما أبدأ في إلقاء الكلمة إن إحنا اسمحوا لي يعني إن إحنا نقف جميعا تقديرا واحتراما وحدادا على أهلنا الذين سقطوا في فلسطين. تفضلوا استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السيدات والسادة، شعب مصر العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواء السرور والفخر أن أتواجد في هذا الجمع الكريم من أبناء مصر الذين اجتمعوا من أجل الوطن والقضية. جمعتهم مصر والعروبة، ومن يتمسك بهما فلن يضل ولن يتفرق أبدا. وإن سعادتي تبلغ مداها وأنا أرى الأمل في جمعنا هذا، ونحن نسوغ للمستقبل عنوانا ونمهد له طريقا. وكما تعاهدنا معا بأن تظل وحدة المصريين واصطفافهم هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، والثابت الذي لا يقبل التغيير أبدا. السيدات والسادة، شعب مصر الأبي، تواجه المنطقة العربية أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تعانيها على مدار عقود، كما تواجه القضية الفلسطينية منحنى شديد الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني. اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض يؤدي إلى تصفية القضية وتهجير الشعب والاستيلاء على الأرض. ولم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة وشيخ، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها. ومنذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة هذه الحرب أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل موقوت والتواصل المستمر مع كافة الأطراف الفاعلة. وقد تشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تبعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة. وقد كان قراري حاسما، وهو ذات قرار مصر دولة وشعبا، بأن نكون في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم. ذلك القرار الراسخ في وجدان أمتنا وضميرها. فمصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية، وامتزج الدم المصري بالدم الفلسطيني على مدار 7 عقود.
وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا أن تظل مصر هي الأساس في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق. شعب مصر العظيم، لقد بذلت مصر جهودا صادقة ومكثفة للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كافة المستويات. سياسيا، قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف هذا الصراع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية مشاركة فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة. كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية مع القادة والمسؤولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن. واسمحوا لي أننا أتحدث قليلا في هذه النقطة. إحنا المصريين كلنا كنا دايما لنا موقف متعاطف وإنساني، واستقبلنا خلال السنوات الماضية في أعقاب الصراعات التي حدثت في المنطقة ملايين من الأشقاء الذين تضرروا، ولم نتكلم أبدا ولم نشتكي أبدا ولم نطلب من أحد أبدا أي دعم في هذا الأمر. الأمر اللي أنا بتكلم فيه ده، إحنا دايما بنقول إن إحنا عندنا 9 ملايين من الضيوف، يعني ما حدش يقدر يزايد علينا ويقول إن إحنا لما بنقول لن نقبل بتهجير قسري للفلسطينيين ولن نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أبدا، ما حدش يقدر يقول إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة. لكن الأمر مختلف، الأمر اللي أنا بتكلم فيه أمر مختلف في الأشقاء والضيوف اللي بتكلم عنهم. بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة، وأرضهم موجودة وباقية لهم، لكن الأمر في القطاع وفي الضفة الغربية أمر مختلف. إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى. عشان كده مصر بتقول إن التهجير بالنسبة لنا إحنا خط أحمر، خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح به. إحنا كنا دايما بنتكلم بهدوء وبحكمة وبصبر وبتعقل، بس ما حدش يتصور أبدا إن ده معناه ضعف أو تهاون. لا هو ضعف ولا هو تهاون، لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر، ده خط أحمر بالنسبة لنا. الموقف المصري الرافض والحاسم لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لدولنا. وهنا أيضا أشكر دول العالم وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت على دعمها للموقف المصري ورفضها لأي محاولات بهذا الشأن، كما أكدنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة لطاولة المفاوضات للوصول إلى سلام عادل وشامل وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وإنسانيا كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين على الرغم من ضراوة وشدة القتال، إلا أننا حافظنا على استمرار فتح المعابر أو المعبر، وقد بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة أقصد حوالي 12,000 طن، نقلتهم 1,300 شاحنة، منهم 8,400 طن قدمتها الدولة المصرية من خلال الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، وبما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات. وهنا مرة تانية اسمحوا لي أتكلم في النقطة دي، إن أنا تحدثت بها في الخارج عندما التقيت بالمتطوعين من أبناء مصر وبناتها اللي بيقوموا بتسهيل وتقديم المساعدات إلى القطاع. بقول لكم يا مصريين، لازم تعرفوا إن معبر رفح لم يغلق أبداً، لم يغلق أبداً، وده لأن خلال الفترة اللي فاتت، أنا بكررها تاني، في ناس كتير يعني سمعت كلام من هنا وكلام من هناك، وانتوا عارفين كويس قوي ان احنا صادقين معاكم يعني، وان شاء الله لا نكذب ابدا. المعبر لم يغلق ابدا، ولكن تم قصف المعبر 4 مرات من الجانب الفلسطيني. هقول مره تانيه، لم يغلق المعبر، معبر رفح، ابدا، ولكنه تم قصفه من جانب القوات الإسرائيلية 4 مرات على الجانب الفلسطيني. وبالتالي كان مهم قوي ان احنا نحافظ على ارواح الناس اللي بتقوم بنقل المساعدات، وكان لابد ان احنا ننتبه للاجراءات اللي احنا في النهاية احنا عايزين المساعدات تخش. كما خصصنا مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية، وقد تكللت الجهود المصرية المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة دون تأخير أو تسويف. وهنا أنا بتكلم إن شاء الله نبدأ الكلام ده من بكرة صباح بكرة الجمعة إن شاء الله. شعب مصر الكريم، أؤكد لكم بعبارات واضحة وكلمات صادقة بأننا عاقدون العزم على المضي قدما في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابدين على أمننا القومي المقدس، نبذل من أجل ذلك الجهد والدم، متحلين بقوة الحكمة وحكمة القوة، نبحث عن الإنسانية المفقودة بين أطلال صراعات صفرية تشعلها أصوات متطرفة تناست أن اسم الله العدل، يجمع البشر من كل لون ودين وجنس، وأن السلام هو خيار الإنسانية.
ولو ظن أعداؤها غير ذلك. ولندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق، مصطفين من أجل الوطن وأمنه، تجمعنا القضية وثوابتها. وتحيا مصر وتحيا فلسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. ودي الرجاله